تحت رعاية معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهجري رئيس مجلس الأوقاف السنية، انطلقت فعاليات الندوة العلمية السنوية الثانية تحت شعار الأسس الشرعية لبناء واستقرار المجتمع، والتي تنظمها إدارة الأوقاف السنية بمشاركة ما يزيد على 150 عالما وفقيها دينيا من داخل البحرين وخارجها. في الشريعة أسلوب حياة، وفي التسلح بأدواتها طوق نجاة من أي عواصف فكرية غير معتدلة لا يحبذ الإغفال عنها ولا تجاهل توابعها السلبية التي من المؤكد أن تصيب بشررها المتطرف عمق المحيط وعمق تماسكه ووحدة الصف بين أفراده. ومواصلة لما تم الاستهلال به، فإن الأسس الشرعية لبناء واستقرار المجتمع كعنوان عرفت به عن نفسها الندوة العلمية السنوية الثانية التي تنظمها إدارة الأوقاف السنية يؤكد على أهمية العلم الشرعي وفضله في كتاب الله تعالى وسنة نبيه، ولما للعلم من أثر واضح في صلاح الفرد والمجتمع. طبعا تأتي هذه الندوة في نسختها الثانية تحت هذا العنوان الأساس، وهو الأسس الشرعية في بناء واستقرار المجتمع، تمشيا مع الحملة الوطنية التي تقودها مشكورة وزارة الداخلية. ولا شك اليوم احنا أحوج ما نكون إلى معرفة هذه الأسس، فما من مجتمع اليوم ممكن أن يقوم وينهض وينمو ويتجدد ويستفيد من مواهب كوادره وأبنائه إلا إذا وجدت هذه الأرض الصلبة من الأمن والاستقرار. ندوة هامة تأتي معينا لحملة العلم الشرعي في تقديم أبحاثهم ودراساتهم لطرحها ومناقشتها والخروج بأهم النتائج والتوصيات التي من المتوقع أن يكون لها الأثر الواضح والملموس في واقع المجتمع البحريني وتمتين روابطه. وهي ضمن ندوات ومؤتمرات تنعقد في مملكة البحرين من أجل الارتقاء بالفكر الإسلامي ليكون فكرا مواكبا لكل جديد وحضاريا، ويتعامل ويتعاطى مع الآخر وينفتح على الحضارات والثقافات الأخرى، ويدعو إلى تماسك المجتمع وإلى اتحاد المجتمع من أجل أن نرتقي بالفكر الإسلامي. تتمثل هذه الأسس في احترام الآخرين، مبدأ الاحترام لكل الديانات التي تعيش على أرض واحدة. نحن نعيش جميعا على وطن واحد، وهناك مساواة بين جميع الأفراد الذين يعيشون على أرض هذا الوطن. أهداف بالجملة ستسعى هذه الندوة العلمية إلى تحقيقها، ولعل من أهمها تبيان دور الشريعة الإسلامية في نماء ونهضة وأمن المجتمع وتعزيز الانتماء الوطني بين أفراده. إذا رأيت استقامة في جسد المجتمع فاعلم أن مقدار العافية في فكره الديني الوسطي نحو ثبات مستمر لا تعتريه الشكوك ولا تمازجه الظنون في دوام حاله وصلاح أركانه، وقد تصبح الاحتمالية ضعيفة لإصابته بأي اعتلال من الممكن أن يفقده توازنه. البحرين.